زاول سكان جبال ظفار رعي الإبل والبقر والغنم، وكان لهذا النشاط دور كبير في تحديد نمط حياة السكان. الأسرة في الجبال تملك أعداداً من الماشية، ومكانة السكان وثروتها كانت تعتمد على ما تملكه الأسرة من قطعان الماشية لا سيما البقر، فضلاً عن المراعي والآبار وأشجار اللبان المنتجة التي كانت أساساً لبقاء هذه المجتمعات واستمرارها إلى الآن. نحن من مئات السنين هنا، أجدادنا وبعد أجدادنا ونحن الحين والناس اللي بعدنا كان في الأرض هذا، فهمت؟ البي الجبل هذا والرياف والمدن، الناس عندهم هنا الأغنام وعندهم الحيوان هذا البوش والأغنام والإبل.